كابتن عادل شريف المشرف العام ورئيس بعثه المنتخب يادي النور. يا ربنا يبارك في حضرتك. ازاي الصح؟ اهلا بحضرتك وبمشاهدينك الكرام. من سنه 68 زملكاوي. اه يا بخت. الحمد لله. اصل انا فين وفين لما بلاقي حد زملكاوي ابقى فرحان. لا يا لا بحس كده ان انا مبتهج. احنا ابناء الزمالك المخلصين. مش كده مخلصين احنا كده. مهما يحصل احنا مع سبتين. قلعه من قلاع الرياضه في مصر. الاهلي والزمالك. والله العظيم. الاثنين زي الفل. كل الفرق بتاعتنا حلوه. بس احنا كزملكاويه يعني عندنا حاجه كده في قلوبنا مثبتانا. ايه هي انا مش عارف بس احنا في التمام. احنا يعني احنا مصريين. ايوه والله احنا مصريين وبنحب مصر وحبنا الزمالك عشان بنحب مصر يعني وحبنا للاهلي برضو لما بيلاعب فرق من بره احنا صح ونشجع قوي. الرياضيين ما يعرفوش التعصب. الله ينور على حضرتك. بس كده هخش بقى على كرة السلة للكراسي. احنا من بقالنا قد ايه عندنا منتخب كرة سلة على الكراسي؟ احنا عندنا من زمان احنا يعني من الثمانينات وعندنا منتخب لكن بدأت كمنتخبات رياضية وفرق رياضية بتلعب مسابقات رياضية رسمية. يعني النهضة الحقيقية لكرة السلة على المحافل الدولية بدأت من 98. 98 احنا كنا متسيدين طبعا القارة الأفريقية وعربيا. خدنا 98 البطولة الأفريقية كأس العالم بأستراليا حققنا نتائج كويسة دي في الحقيقة الفترة دي طبعا أنا كنت متابع لكن ما كنتش مشارك. بدأت أشارك من 99. 99 خدنا البطولة الأفريقية بدولة الجزائر المؤهلة لسيدني. حلو. حصلنا على المركز الأول في الجزائر. جميل. ما اتغلبناش ولا مباراة. كسبنا الله كل الله الفرق. الله الله الله. رحنا البطولة العربية في الأردن. كسبنا كل الفرق. وخدنا أول العرب. لسبب ما اتحرمنا من المشاركات الأفريقية لخطأ إداري من إجراءات محددة. ظرف. لظروف معينة. خارج عن إرادتنا كلنا وخارج عن إرادة اللعيبة وخارج عن إرادة الجهاز الفني. في الحقيقة في الفترة دي بدأنا نتراجع لأنك موقوف 4 سنين من مشاركات. الكرسي زاد. كرسي برضو كل سنة عن سنة. احنا معانا كراسي قديمه متهالكه والكراسي الجديده بتتطور جدا. بدانا نتاخر نتاخر الثالث الرابع الخامس الى ان في 2012 في ظل ظروف حضرتك طبعا كل مصر عارفاها طبعا تقدمت باستقالتي لان كنت رافض هذه الاحداث. رجعت 2016 لان اللعبه دي انا ما اقدرش اسيبها ابدا. متعلق بيها يعني. سبت أصحاء سبت من فرق أصحاء كتيرة كنت بتولاها. اتجهت تاني 2016 كلفوني وأنا ما أقدرش بالنسبة للفرقة دي ومنتخب مصر ما أقدرش أتأخر ثانية. ومتطوعا أنا بعمل متطوعا اللي اشتغلت معاهم 2016 ربنا كرمنا في 2017 وخدنا ثالث أفريقيا في دولة جنوب أفريقيا. كسبنا جنوب أفريقيا أصبحت جنوب أفريقيا الرابع وإحنا الثالث. حلو. كسبناها في التصفيات وكسبناها في النهائيات. حلو. في 2019 برضو لعبنا في جنوب أفريقيا البطولة الأفريقية كسبناها برضو على الثالث والرابع. ربنا كرمنا المرة دي برضو أدي الثالث أفريقية بعد 2016 الحمد لله. و الجمهورية الجديدة بقى وفخامة رئيس الجمهورية وبعزيمة الرجال الأبطال. صحيح. حاجة يعني إيه أنا بس بقوله. التاريخ مشرف للعبة وللمنتخب بتاعنا حقيقي يعني. يسلم كل اللي لعب في هذا التاريخ.